بسم الله الرحمن الرحيم. هل تحب أن يغفر الله لك ذنوبك؟ هناك شيء فليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ أحبتي في الله، العفو لا يكفي، يجب أن يترافق بالصفح. قد تعفو أنت عن إنسان وتتركه يذهب وشأنه، ولكن يبقى في قلبك شيء من الحقد، من الغل. عندما تنظف قلبك تماما من هذا الغل وهذا الحقد وأي شيء في قلبك، يعني يصبح قلبك نقيا وتعفو عفوا كاملا، هذا يسمى الصفح. فاصفح الصفح الجميل. لذلك إذا كثرت عليك الهموم والمشاكل، عليك أن تلجأ إلى الله وأن تستخدم هذه التقنية القرآنية، تقنية العفو والصفح. فليعفو وليصفح، هذا أمر من الله. يجب عليك أن تعفو عمن أساء لك، عمن آذاك. ثم إن العفو أيها الأحبة يعطي طمأنينة في القلب وسعادة. قام العلماء بدراسة في جامعة هارفارد عن سر من أسرار العفو، فوجدوا أن أكثر الناس سعادة ليس الذي يجمع المال، وليس الذي يملك السلطة أو الشهرة، بل الذين يعفون ويتسامحون مع الناس كانوا أطول أعمارا وأكثر سعادة. ربما تكون هذه نتيجة مفاجئة، ولكن هذا هو الواقع أيها الأحبة. ربما تكون هذه النتيجة مفاجئة، ولكن هذا هو الواقع أيها الأحبة. فليعفوا وليصفحوا. التسامح يطيل العمر، يزيد الإنسان سعادة. الله عز وجل أعطانا حلا مثاليا لمشاكلنا وهمومنا وأحزاننا، أن نمارس العفو عمن أساء إلينا. لذلك والله أيها الأحبة، لو أدركنا أهمية هذه الآية لن نجد غلا في قلوبنا أبدا بعد أن نستوعب هذه الآية ونستيقن بها. فليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العافين عن الناس والكاظمين الغيظ، وكما قال تعالى: والله يحب المحسنين، والحمد لله رب العالمين.